هاد الوقفة ديال التاكسيات رشقت لينا وين الوقفة. هاد الوقفة راه بالثمن علينا حنا، راه بالثمن علينا. الشافور ما يديش ريال وقف شوية الحال. هذا راه مشكل خطير في ولاية الدار البيضاء الكبرى على السي الوالي لحيد الفوريان للدار البيضاء وخلى الفوريانات والعمالات كاملين. واليوم حنا كنطلبوا بالفوريان يتحيد على الكل ولا يرجعوا للكل. وما قلنا حتى عيب. وهذا هو اللي كاين، حنا غنتفقوا دابا واش غنشدوا الرباط واش غنشدوا العمالة. ما يضحكوش علينا ويقول لك خليهم تيعيوا ويمشوا بحال المرحلة، ما عينيش انا والله وصعفتوني. يا تندير يا تمشي ولا نبقاو هنا نمشيو دابا الرباط ولا اللي عجبك. هاني خويا طالبوا بحقوق ديالكم، طالبوا بحقوق ديالكم. شوف والله حيدوك النزاعات النقابية، طالبوا بحقوق ديالكم. شوف الله يرضي عليكم، ما غاديش نحيدوا هالشيء تنشوفوا واش غنعملوا. فهمتي ما محيديش من هنا تناخذوا حقوق ديالنا. حيت هاد الناس هادو غاطين. عاش الملك. غاطين. عاش الملك. ما محيديش من هنا تناخذوا حقوق ديالكم. اعتصموا هنايا، لا ما كانش اعتصام، لا ما كانش اعتصام. راه حقوق ديالكم مشات، راه تهضري لكم حقوقكم. كل شيء باقي عندكم حتى شي حق في هاد البلاد، ودافعوا على حقوقكم واتحدوا عليها. والسلام عليكم. السلام عليكم، كنشكروا هبه بريس. خويا حنا عندنا واحد المشكل ديال هاد الناس ديال القراويات، لا النواحي ديال البرشيد ولا ديال السطات ولا ديال بن حمد. هاد الناس عندهم واحد القرار عاملي كيدخلونا الفوريان شهر، وحنا هنا في الدار البيضاء ما عندناش. حنا عندنا مخالفه ديال 150 درهم. هذا هو المشكل اللي عندنا خويا مع في هذا القطاع ديال الدار البيضاء. راه ما عندناش الناس، ما بقاوش عندنا. وقفة خويا اليوم علاش؟ هاد الناس ديال سيد عيدي وديال بن حمد وديال كيدخلونا الفوريان شهر، وحنا هنا ما كيدخلوناش، وهما ملي كيشدو هنايا ما كيدخلوهمش، كيخلصوا 150 درهم وكيزيد في حاله، وملي كيمشوا عندهم هما كيدخلونا الفوريان. هذا خويا هو اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.